صرح كريستوف غالتي مدرب فريق باريس سان جيرمان أن الدولي المغربي أشرف حكيمي يعد لاعبا جيدا للغاية، لافتا إلى أن الظهير الأيمن كان قريبا من تقديم تمريرة حاسمة أمام أجاكسيو في مباراة الأمس. وقال غالتي عقب نهاية المباراة: حكيمي لقد تابعته في الموسم الماضي وقدم موسما رائعا ببساطة في نظام دفاعي رباعي، ولإطلاق سراحه على المستوى الهجومي عليك أن تنظم كل شيء في قلب اللعبة، إلا أنه يعتبر من بين اللاعبين الأساسيين بالفريق. لقد كان جيدا جدا، كان من الممكن أن يقدم تمريرة حاسمة، ولكن كان هناك افتقاد للتوفيق. وكان حكيمي قد تعرض لانتقادات في الآونة الأخيرة بسبب مستوياته على أرضية الملعب من طرف فئة من أنصار الفريق الباريسي، ويذكر أن مواجهة أجاكسيو وباريس سان جيرمان انتهت بفوز هذا الأخير ب3-0، وذلك ضمن الجولة 12 من الدوري الفرنسي، ليظل الفريق الباريسي في صدارة برصيد 32 نقطة، فيما تجمد رصيد أجاكسيو عند 8 نقاط في المركز 18.